We're so exhausted. Ya Rabbi, Raham, O Master Lord, God's the one to Creator, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ. We thank you, O Lord, for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Lord, have mercy. نطلب من صلاحك محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا الليل المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن كنيستك المقدسة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك يا رب الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. إيرينم بابنا اب ما سواب تترياس سواب نموثيوس شرتي اكلسة اياب اي انتنيا انجلوس شرتي بارسينوس اتاس مزبسو تير شرنه ماري Eyati et sherombi es nesosietas misinane mevnoti belogos sherene mare eyachen ushere ef uweb sherene mare yes ma bimbiet uweb shere mikhai Il binesten arshia angelos shere Gabriel besot ben befai shenovi shere nisherobi im shere nise rafim shere tagmati runevura Nion hitene bere veiante ti seoto cose sue Eb Maria eb shoi sari emot nan imbico e volente Novi eseren ho zero ocnem becchiotena Αγαθός νεμπευνευμάς ουέβ διακ ή αξωτή εμμόν ναϊνάν. Επί προσευχής τας είτε. Και το πνεύμα τέσο. فلنسأل الله الأب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا يا رب تفضل يا ربنا يحن نفوسهم جميعا في حدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم
الموت الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس. لأنه لا يكون موت لعبيدك بل وانتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياتهم واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم وليستحق ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاة قديسك. رحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتذايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لأن عين الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقدار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، كان منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. آباؤنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بخريستوس إيسوس بن شوي سمين الليل يا شيرنيت انتروثيس وابسميت أوين بارسين سيونيفين تماس نوتس مافن بخريستوس إصادي صلاتنا لابنك الحبيب. السلام التي وات لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا. أيتها العذراء مريم وات إلى القديسة الشفيعة الأمينة التي جنس البشرية اشفعي فينا. شيريني وتي بارتين وستيورو من آلي سيني شيرب شوشم تبنجن وسريق فونن مانوئيل إيرب سول سالم ماريام خن في قوة صايب شويسا قوينا من بسم الريت استوب امو فاريقون كاتب ريتي ايتا قوسن جي دافيد خن يبسل موس جوش ويرات شن تيرول سا قوينا من مكبورو سولومون موتي ايروس خن بيقو انتيني قو جي تسوني قوة طائج في ريتا بولي سمي يروساليم افتي ميني غار ايروس خن علمي شن علمي شوتي جامي ايفول خن بك بوسيتي اتسوكتن روماتا شيريني اوتي بارتين استورو امين اهلي سيني شيرب شوشم تبنجن وصار اقفونن امانو ايل تنتي اواري بالنبي اختبرو استاتي تتنوت نار من شويس بغرس انت فكان النوفي نان ايفول شو بين سوارس تيقوم خنمت شو سيتركن خيتو تشيس نفترن تثوتو كوستو يمبارس نو سنسيوني فين ماتيون بيتاري ماس انسو تيرنا غاسوس انتفولي انا خيسي بالعارون تفسمني ران انتفيريني شيريني وتي بارسين استورو امين اهلي سيني شيرب شوشم تبنجن وصريق فونن امانوئيل نسألك اسكورينا ايتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا ونمجدك أيتها العذراء القديسة وأت إله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل الكليل الشهداء تأليل الصدقين سبات الكنائس غفران بشر بالسالوس القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في جوه الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة ونعترف معمودية واحدة لمغفرة تن گوشت ول خایت هنتی آناس تاسی سنتنی رف موت نم بی آن خن تبی آن اثنیو آمی رحمة رأف علينا آمين
فيكنا احفظنا وعنا آمين. ارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصي إيك واغفر لنا خطايانا آمين. Oh,
Σεν το πνεύμα του δικαίως εστίν ο Πάτερ ο βοηθήν θε επένθε εμιο ζωήν εν εμπο Ranion to ebnevma to agio Ibenos estin O petir fisavrin se Eben se Evio Isus en eburanion Το πνεύμα το Άγιο Κύριος εστί ο πέτυρ λαλαυσίν τεμπένθε εβιωμάτος εν επουρανίον Το πνεύμα το Άγιον ημιός εστίν ο Πατήρ εξαλαυσίν σε εμπένσε εβιο όντος εν ευωρανείον Το πνεύμα του Άγιο Ποιμένος εστίν ο Πατήρ αραυσίν θε επένθε εβιος σταυρός εν εύω Ranion to pneuma to Timeos estin o patir imon fin se eben se vio fostiren e puranion
το πνεύμα το Άγιο χαιρεστήν γέστη ο Πέτυρ εξαλαυσή τέπεν θε εβιόν τος εν επουρανείο το πνεύμα το Άγιο. Σασφένσο μπεμμίνι εβολχέμ πάε τερφτεν αεσμού εμπεκράν εψόης εμπί επτερ σαβά μαρράτ κολλέομ εν κολλέ καλβί O barik ismak ya Rabb al-Kul Bakartu ismak Fata'azzaytu ya Malik ad-Dur Wa ilah al-Aliha يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة ولبحضننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتهليل كلي فلنسجد له ونرتل لأمي في مريم الحمامة الحسنة ونصرخ بصوت التهليل قائلين السلام لك يا مريم أمي عمانوئيل سلام لك يا مريم خلاص ابن ادم سلام لك يا مريم ام المرجاء سلام لك يا مريم تالي الحواء سلام لك يا مريم فرح الاجيال سلام لك يا مريم فرح هابيل البار سلام لك يا مريم حضرة الحقيقية سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم غير الدنس الهدئة سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم سلام لك يا مريم ملك للغير المضمحل سلام لك يا مريم خلاص إسحاق القديس السلام لك يا مريم أم القدس سلام لك يا مريم تالي اليعقوب سلام لك يا مريم ربوات مضعفة سلام لك يا مريم فخر يهودا السلام لك يا مريم أم السيد سلام لك يا مريم كرادة موسى سلام لك يا مريم والدة السيد سلام لك يا مريم كرامة صموئيل سلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم ثبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود سلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم رفعة الصديقين السلام لك يا مريم خلاص شيء السلام لك يا مريم شفاء أرميا السلام لك يا مريم علمي حقيا السلام لك يا مريم نعمة دانية السلام لك يا مريم
قوتي لي. السلام لك يا مريم نعمة الإشاعة. السلام لك يا مريم والدة الإله. السلام لك يا مريم أمي يسوع المسيح. السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام لك يا مريم أم ابن الله. السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك في وحدانية لا ينطق بمثلها. مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصهرون أيتها الممتلئة نعمة. ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها. هبلت وولدت بغير ذواك ابن العلي الكلمة ذاتي بصلواتها وشفاعتها. افتح لنا يا رب باب الكنيسة. أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن أظهرت وأوثقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة بغير ضرع بشر وبتوليتك بغير فسد. فلهذا نمجدك كوالدة الإله. اسألي ابنك ليغفر لنا. السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس. السلام لك يا مريم يا بك تلو عروس. السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة. السلام لك يا مريم يا ثمر لذيذ طعم. السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس. السلام لك يا مريم حملت غير محسوس. السلام لك يا مريم يا سليمان. السلام لك يا مريم يا دواء تعبان. السلام لك يا مريم يا ذات بتولية. السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية. السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور. السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور. السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين. السلام لك يا صلاحا للخاطئين. السلام لك يا مريم يا ضياف البرية. السلام لك يا مريم يا طهرة ونقية. السلام لك يا مريم يا دار بأجل بيان. السلام لك يا مريم يا عروسة للديان. السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة. السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة. يا
في الحور بالسلام لك يا مريم يا كنز الله المرو بالسلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبود السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط السلام لك يا مريم يا والدة الإله السلام لك يا مريم لائق له في أولاد السلام لك يا مريم يا السلام لك يا مريم يا دار في البستان تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين كل يقولون يا إله العذراء مريم عين أغمائي نبران مذيوت نبر سيرين أنبي ابن أضماء Arsanios Axios Avayu Anis Bi Ebro Odromos Axios Avayu Anis Bi Ebro Kirillos bi arshi i erefs ya malak hadha al-yom al-ta'ir ila al-alu bihadhihi al-tasbiha uzkurna qudam al-rabb liyaghfir lana khatayana al-murda isfihum wal-ladhina rakadu ya rabbi nayyihum واخواتنا الذين في كل شدة يا رب أعنا وإياهم
يوم فليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا كيف اسم روتن جاب يوتن مبشيرين بابنا بما اسقوا هتريا سجيك بولتن اوشتن مستنتي وناس كريا ليسون كريا ليسون يسوع المسيح لأن الذي قال لتلاميذ القديسين المكرمين ورسل الأطهار إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلباتك الديسي صلوا من أنجيل المقدس يا رب رحم our master of those who have bidden us to remember them in our supplication and the prayers which we offer up unto you Lord our God who have already fallen asleep repose them those who are sick heal them for you are the life of us all the salvation of us all the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Alleluia. Είτε με το βόβο Θεό, ακούσουμε το Αγίο Ευαγγέλιο. Εφεσμαρό, την Τζέβη, Εστίο, Χανιβράνιμ, Σεντίνη, Γκομ, Κύριε, Φλόγε, Σνίκτου, Κάτα, Μαρκούν, Αγίο Ευαγγέλιο, Ανάμο, Μα, Σασίκε, بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته بركته على جميعنا أمين إلى هنا هو ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا الرب إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب الليل
بسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم شاطئ بحر الجليل أبصر سمعان واندراوس أخا سمعان يلقيان شبكة في البحر فإنهما كان صيادين فقال لهما يسوع هلما ورائي فأجعلكما تصيران صياد الناس فللوقت تركا شباكهما وتبعا ثم اجتاز قليلا إلى قدام فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان شباكهما فدعاهما للوقت فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرا وذهبا وراءه ثم دخلوا كفر نحوم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم فكانوا يتعجبون من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكاتبة والمجد لله نساء كثيرات نولنا كرمات عليت أنت أكثر من جميعهن لأنك أنت فخر العذراء يا مريم والدة الإله اشفعي فينا سيدتنا كل سيدة والدة الإله مريم أم مخلصنا يغفر لنا خطايانا جيف اسم روت جيف يوت نم بشيري نم باب نب ما اسقوب تتري يا كبول تن اوش تن مستنتي اوناس يا ابن الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين خم بخريستوس إيسوس بن شوي تسكيف الاسمون تكيرناتي ونوبيون سكيرية بروسكم أنت متفوفو أمين إريني باسي كتب نفماتي سو يا سيد رب يسوع المسيح لابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من كبل آلمه المخلص المحيي
الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل المقربين قال لك بدل الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت ومن أمسكتم عليهم سكنت أنت الآن يا سيدنا من كبر رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت المقدس في كل زمان في بيعتك المقدسة أن يغفر خطايا الأرض ويحل ربط كل ربطات الظلمة الآن أيضا نسأل من صلاحك يا محب بشر عن عبيدك أبي وأخوتي وضعفي للمنحنين بمجدك الأقدس أرزقنا رحمة وقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا ليك يا رب بشيء بعلم بغير علم مجزع القلب بالكل بالفعل بس غير النفس أنت ربك عار بضعف البشر كصالح وحب البشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال كل شعبك املأنا من خوفك وقومنا إدراك الصالح أنك أنت ولهنا بمجد كرم الآن وكل وان ولا الدار الدور آمين آمين كريا ليسون كريا ليسون كريا يا ليسون صفحة 56 مع بعض صفحة 56 توبك يا مريم يا سهرون يا أبة موسى وشرية هارون توبك يا مريم يا سهرون يا أبة موسى وشريط هارون مجدك يا مريم أرفع من السماء ولاتي لنا المخلص وأعطاك كل بهاء ولدت لنا المخلص وأعطاك كل بهاء طوبك يا مريم يا سهرون يا بيت موسى شريط هارون مجدك يا مريم فوق السمائين عليتي على الشاربين وأيضا على السرافيم عليتي على الشاربين وأيضا على السرافيم طوبك يا مريم يا سهرون يا أبة موسى شريط هارون طوبك يا مريم يا سهرون يا أبة موسى شريط هارون مجدك يا مريم كائن في العلا لأمنك عرش السماء جاء وأعطانا الفداء لأنك عرش السماء جاء وأعطانا الفداء طوبك يا مريم يا سهرون
يا أبت موسى شريط هارون ماجدك يا مريم عبر الأجيال أنت سما ثانية أم الله ديان أنت سما ثانية أم الله ديان طوباك يا مريم يا سهرون يا أبت موسى شريط هارون صفحة 47 في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا أحلى نداء في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك اشفعي في شعبك صلي كل حين يطلبون ابنك بروح البنين في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا أم المسيح نور في الظلام يا أحلى عطية أعطتنا السلام في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك Okay.
before we start our choir, let's thank God for lovely things to give it to us, God's love. يسوع بينا فرحان قوة لبنا 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 حب كبير لكل كمان نحن منسبح زي الملائكة في ملكوت السماوات والماما العطرة جايين نقول أحلى كلمات علشان كده Choir Malaika جاي يرنم بمناسبة صوم ماما عذرا وكل سنة وانتو طيبين Yeah.
Yes, a piper said, our God is only one. It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of the Galilee and was baptized by John in Jordan, Mark 1:9. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Mark 1:10. Then the voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Mark 1:11. السلام لك يا ياتو والعضاء الملك الحقيقي السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان وإيد. اسألك اشكنينا اياتو الشفيه المتمنى امام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا. Chaleni oti balsenos. Thank you.
We ask you to remember all our trusted advocate before our Lord Jesus Christ, that He may forgive us our sins. Sheleni Oti Balsenos, hail to you, a virgin, the Mother of God. Please ask Him to forgive our sins. And heben shofkom in malla geyer or call sena into tebi. Bye bye. Great job, great job, great job. God bless you all. As usual, you are so wonderful, and some of you are responding with your bodies dancing. Okay, very nice. Thank you so much, and God bless you all. Today you were more marvelous, and always bright and white, and like angels as usual. Thank you so much for your this beautiful performance. God bless. Come take your gift from Abuna, and let's take picture first, and then... Thank you, Rosa. Thank you for all your servants who made so much effort and suffered a lot with you. Nul Emmanuel. We finished the picture. Take your gifts from Abuna, yalla, bidur, bsara. بسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد أمين تحللت نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في سلسلة دراستنا أحبائي في هذه النهضة عن بعض المشاكل الاجتماعية اللي بتواجهنا، من ضمن المشاكل اللي بتواجه المجتمع المصري في المهجر مشكلة اليأس وروح الفشل وكراهية الذات. ناس كتير جدا بيجوا ييأسوا، بيتعبوا بسرعة وبيرهقوا، وخاصة لما بيكون لسه إنسان جاي جديد أو أسرة جاية جديد، ومعظمنا يمكن newcomers مهما كانت فترة وجودنا في أمريكا، لكن برضو still new، غير ناس بقالهم 30 و40 سنة و50 سنة موجودين.
لكن الناس بتبدأ تواجه بمشاكل من نوع مختلف، مجتمع من نوع مختلف، علشان كده بيكون في ساعات فشل، ساعات بيكون في طموحات الإنسان كان نفسه يحققها ما عرفش يحققها، كان في تخيلات قبل ما يجي إن أمريكا دي أرض الموعد، بلد الأحلام، إن الإنسان جاي هنا هيلاقي الدنيا مفروشة بالورود وبالذهب، ولكن بيلاقي مجتمع صعب من جميع النواحي أخلاقيا واجتماعيا وماديا، فبيواجه بمشاكل كتيرة وناس كتيرة لا تستطيع مواجهة هذه المشاكل، فبتبدأ الإنسان ييأس وبيبدأ الإنسان يتعب، ما بينجحش بسرعة، يقول دايما يقارن بين مصر وهنا، يقول كنت في مصر وهنا بقيت، كنت مين في مصر وهنا بقيت ايه، فالمقارنة بتبقى صعبة. إنسان بيجرب شغلانات أو مشاريع وتفشل لأنه مش دارس الموضوع كويس، فييأس ويتعب وتنهار نفسيته وبتدي يكره نفسه ويبدأ يصيبه روح اسمه روح الفشل وكراهية الذات. إنسان ييأس من حرب الخطية، يلاقي الخطايا محاوطة من كل ناحية، خطايا من نوع جديد، خطايا يمكن ما كانتش موجودة بهذه الصورة والمقاومة، وزي ما بقول إن في بعض الأحيان أمريكا ممكن يتقال عنها كما جاء في سفر الرؤيا، يقول حيث الشيطان يسكن، حيث كرسي الشيطان، الشيطان بيتجول، لكن لما يلاقي مكان يقعد فيه يرتاح وتبسط، فهنا شيطان أمريكا كبير يعني وشيطان قوي. ربما ييأس من مشاكل في مواجهة الشيطان وفي حروب الشياطين، وأيضا مواجهة مشاكل أسرية تواجهه في تعامل مع الزوج أو تعامل مع الزوج أو مع تربية الولاد، ويصاب الإنسان بروح اليأس والفشل ويبدأ يسلم ويقول مش قادر، أو إنسان يخطب ومش عارف يتجوز، وإنسان يتجوز مش عارف يكمل علاقة كويسة إلى آخره، أسباب كتيرة، ولكن في آخرها الإنسان بيقع فريسة لليأس وروح الفشل ويكره نفسه، وأحيانا نتمنى إنه يموت. في مواجهة هذا الأمر عشان نقدر نتغلب عليه بطريقة روحية، بطريقة كنسية، بطريقة حسب تعليم ربنا يسوع المسيح، يكلمنا أبونا المحبوب جدا أبونا أرسانيوس فهمي، هو بيشرفنا كل سنة في النهضة، وبنتمتع بوجوده بصوته الهادي وأسلوبه الجميل وطريقته المحبوبة لنا كلنا، بيكلمنا عن هذا الموضوع، ما الأسباب وما العلاج لكي ما نستطيع أن نسلك كما يحق الإنجيل المسيح في نقاوة قلب وفي طهارة وفي حياة الرجاء وعدم الفشل، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، الله يعطي له كلمة نفتح فمه بروح القدوس الساكن فيه لفائدتنا كلنا في هذه الليلة المباركة، لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد أمين. بسم الله الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كل سنة أنتم طيبين. بشكر قدس أبونا بشوي وقدس أبونا إلي على دعوتهم أن أنا جاي أخد بركتكم، بركة النهضة، نهضة العدرة، بركة الكنيسة وبركة الشعب. وموضوعنا زي ما قال لنا أبونا النهاردة لأول وهلة كده يبقى موضوع يخض، يعني يأس وفشل وكراهية النفس، لكن احنا عايزين ناخده بطريقة روحية، وفي نفس الوقت علشان نقدر ندخل فيه ناخد عكس كل كلمة، عكس كلمة اليأس الرجاء، عكس كلمة الفشل النجاح، وعكس كلمة الكراهية الحب. يبقى احنا كده من الاول نبتدي ان احنا نشوف العلاج بتاع اليأس والفشل والكراهية، ان هو يكون الايه الرجاء والنجاح والايه والحب. لو غاب الرجاء والشعور كده بمساندة ربنا ان هو هينجحنا، وشعور المحبة ما بيننا وبين ربنا اللي دايما بيحبنا ودايما بيختار لنا كل خير، مش ممكن ابدا هنرتاح، وهيجي لنا الشعور باليأس وبالفشل وبايه وبكراهيه النفس، بقى الواحد مش طايق نفسه.
هناخد الموضوع من ناحية روحية ومن ناحية كتابية ونشوف ربنا يقول لنا ايه في الموضوع ده. اول واحد نلاقيه شعر بفشل في حياته في الكتاب المقدس هو مين؟ اول واحد قايين. ليه؟ لانه هابيل قدم ذبيحة زي ما ربنا ارشد ادم وقال له ان علشان ترضيني ما ينفعش ورق التين، لازم تسفك دم ذبيحة، تجيب حيوان وتذبحه وتقدمه ليا ذبيحة. آدم سلم الموضوع ده لقايين والهابيل، فهابيل مشي حسب قلب ربنا، ولكن قايين قدم من ايه؟ من ثمار الأرض. فربنا نظر إلى الذبيحة بتاعت هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين، فحصل إن قايين اغتاظ، فربنا رد عليه وقال له ايه؟ لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفح، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. أنا شايف كده أنك أنت إيه، في خطية كده جاية في السكة، الغيظ ده هيوصلك إلى خطية وحشة، خلي بالك. وابتدى أن هو إيه يحذره ويدعوه للتوبة وللرجوع، لكن هو مرجعش وقتل قايين هابيل أخوه. وبعد كده حس كده أن ذنبه عظيم وقال ذنبي أعظم جدا من أن يحتمل، ولو حد قابلني هيقتلني. فربنا قال له لا، هعمل لك علامة عشان ما حدش يقتلك. لكن بنفس الوقت اللي هو كان يائس فيه، ربنا فتح له باب الرجاء، ربنا لم يرفضه، ولكن هو لأنه كان إنسان شرير من جوه ما استخدمش رحمة ربنا ديت، وبقى نسله أشر منه. وبعد كام آية كده نلاقي إن أولاد الله لقوا إن بنات الناس حسنوات، وابتدى موضوع الطوفان، ربنا زعل بقى وخلاص الشعب كله وقع في خطيه. فاليأس وصله إلى أن هو يأس من رحمة ربنا، ما كانش عنده رجاء، وعشان كده وصل أن هو يعني الهلاك له هو والناس له بعد كده. عندنا مثال تاني في الكتاب المقدس يدينا فكرة أن الإنسان لا ييأس أبدا مهما كان. احنا لما نتكلم في الكلام ده ينطبق على كل المشاكل، كل الأمراض، الشغل، الدراسة، وفي حياتنا الروحية برضه، إن مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها فشل، مفيش حاجة إن الواحد يكره نفسه نتيجة إن ربنا تأخر في الاستجابة. يبقى هناخد أي موضوع من الموضوعات اللي احنا هنشوفها ديت ونطبقها على إيه؟ على نفسنا، كل واحد حسب الظروف بتاعته. مثل تاني، إبراهيم أبو الآباء، ربنا وعده في سن 75 سنة، ما كان عنده 75 سنة، إن هتجيب ولاد يكون نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر. وقعد كم سنة منتظر الوعد؟ 25 سنة، لحد لما جاب إسحاق. سيبوكم من إسماعيل ده، إسماعيل ده يعني جات كده يعني لكن قال بصارة يدعى لك نسل، اسماعيل ده مش محسوب، هخليه امه كبيرة برضه بس مش هو ده، بصارة. وفضل منتظر قد ايه؟ كان واحد غيره كان ممكن ييأس، مش كده؟ 25 سنة وربنا وعده بوعده لسه ما نفذش الوعد، امال هتنفذه امتى؟ امتى يا رب ممكن تنفذ وعدك؟ معلمنا بولس الرسول يقول كده ايه في رسالة الرومية، يقول فهو على خلاف الرجاء، حاجة ما كانتش ممكن الواحد يتوقعها، آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. يعني كان عنده رجاء كل يوم، كل يوم ينتظر
امتى يا رب؟ لكن كان عنده ثقة. الرجاء هو ايه؟ الثقة. انا واثق ان ربنا هيتدخل في المشكلة بتاعتي. مش دي مشكلة بالنسبة لابراهيم؟ مشكلة طبعا. ليه؟ انه عايز يجيب ولاد وربنا وعده بولد. طب امتى يا رب؟ انت بتقول نجوم السماء وصلت 100 سنة. امتى؟ لحد ما جاب له مين بس؟ ها؟ مين؟ اسحاق. واحد بس. وهو ده اللي هيجيب نجوم السماء والرمل اللي على شاطئ البحر. هو ده. لان هو ده هيكون ايه؟ الابن المبارك اللي من نسله هيجي يعقوب، ومن يعقوب هتتفرع بالاسباط ويبقى شعب بني اسرائيل العظيم اللي ربنا وعد ابراهيم بيه. احنا عندنا امثله جميله في الكتاب المقدس تدينا رجاء. ولما واحد كده يقعد يفتح ويفتش في الكتاب المقدس، مهما وصلت حالته، مهما وصلت حالته، كل ما يقرا كتاب كل ما يطمن. بيقول كده في سفر الجامعه ايه جميله جدا تريحنا كتير. يقول ايه؟ سهله خالص. سفر الجامعه 9:4: لكل الاحياء. ها؟ حد يعرف يكمل؟ يوجد رجاء. 4 كلمات: لكل الاحياء يوجد رجاء. طول ما احنا فينا نفس لينا ايه؟ رجاء في ربنا. ناخد شوية أمثلة، ناخد شوية أمثلة عشان الله هو أمس، ها، وإيه؟ واليوم وإلى الأبد. زي ما عمل مع أبائنا بيعمل معانا وهيعمل مع أولادنا. يعني اشمعنا احنا اللي هنيجي دلوقتي ربنا يتخلى عننا؟ يعني ما احنا أبونا قال لنا إن ما بنيجي هنا بنبقى ممكن يكون في الأول مضطربين، متضايقين، متحيرين. تعالوا نشوف بقى أبائنا إيه اللي حصل معاهم. ما هو ما فيش حد كبير. ممكن واحد يقع صحيح في اليأس ده أو في الفشل أو الشعور في الفشل، بس على طول يلحق نفسه يقول لا أكيد ربنا هيسندني. إلي النبي، إيه رأيكم فيه؟ أبونا إلي طبعا هتبسط بقى إن احنا نتكلم عن إلي النبي دلوقتي. إلي النبي ده نبي جبار، وقف قدام أخاب، وقف لوحده قدام الشعب كله اللي هو وقع في عبادة البعل، وقال كده شعار: إن كان الله هو الرب فاعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. وعمل ذبيحة، وكهنة البعل عملوا ذبيحة وقال لهم ابتدوا انتوا الأول، اللي تيجي نار من السماء وتاكل الذبيحة يبقى هو ده الإله الحقيقي. يا إما الآلهة بتاعتكم يا إما الإله بتاعي، أنا واقف لوحدي أهو. والنار جت وكلت ذبيحة مين؟ إلي. وكان نبي جبار قوي. وبعد كده قتل أنبياء البعل 450 واحد، قتلهم كلهم. والشعب هتف وقال الرب هو الله، الرب هو الله. والشعب كله رجع في الليلة ديت. يرجع أخاب الملك لمراته إيزابل ويقول لها على اللي حصل. فراحت هددت إلي ان هي هتاخد راسه بحد السيف، فهرب إلي. الله، بعد النجاح ده كله إلي، وبعد ما الشعب رجع لربنا واعلن ايمانه بربنا، تهرب؟ هرب. وهرب وهو في ضعفه. ما احنا برضو ايه، ممكن نتعرض لحاجات زي كده يعني. في ضعفه ربنا ما سابوش، راح بعت له ايه؟ ملاك. إليه كان تعبان، نام، الملاك راح مصحيه: قوم يا إليه اشرب وكل. جاب له كعكة وجاب له مية، فشرب وأكل ونام. فالملاك برضو ما سابوش شوية وراح مصحيه: قوم يا إليه اشرب وكل. فأكل تاني وشرب تاني، ومشي بالأكل والشرب ده 40 يوم جوه الجبل، ولا أكل ولا شرب. صام 40 يوم، وده أنه يدخل 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 جوه الجبل وهو هربان، هربان طبعا من إيزابل، خايف. طب وبعدين ربنا يسيبه؟ ما سابوش. جي لما دخل جوه الجبل بقى 40 يوم، ربنا كلمه: مالك ها هنا يا إلي؟ إيه اللي خليك تقعد هنا؟ إيه اللي خليك تسيب الخدمة بتاعتك وتيجي هنا؟
قال له انا غيرت غيرة للرب. قال له كويس. وبعد كده اهلكت الايه الكهنه بتوع البعل، ودلوقتي عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا نفسي. هو قبل ما يقول له الكلام ده قال لربنا كفايه كده، خد نفسي بقى. الله، ايه الياس ده اللي انت فيه ده؟ ليه الشعور بالفشل ده؟ وربنا هيسيبه؟ ما يسيبوش. قعد ايه ربنا يحايله، ما تخافش انا معاك، ما تخافش ما تخافش. وبعد كده لما بقى زودها إلي ربنا قال له ايه؟ خد قنينة الدهن بتاعك ده وامسح إليشع نبي مكانك. ليه يا رب؟ انت خلاص زعلت مني وحترفدني من ان انا اكون نبي؟ يقول له لا، ده هو هيكون معين ليك. وربنا في الوقت بتاع الشدة بتاعتنا او شعورنا باليأس او الفشل بيكون اكتر وقت ربنا بايه بيطبطب علينا فيه. وحنشوف الكلام ده مع ناس كتير حصلت، علشان لما يحصل معانا الموقف ده نشعر ان ربنا ايه بيقربنا ليه وبيطبطب علينا يقول لنا ما تخافش انا معك. مين تاني؟ واحد زي شمشون. شمشون ده جبار، والمفروض ان هو يكون ايه؟ المفروض يكون ان هو ماشي حسب قلب ربنا باستقامة، كل شوية يحل عليه روح ربنا. لكن اللي حصل العكس، روح ربنا يحل عليه من اجل خدمة معينة او من اجل انتصار معين، يرجع يقع في خطية، لحد لما ربنا تخلى عنه في وقت وفارقه روح الرب عشان برضو ايه يعني علمه درس. وبعد كده زي ما احنا عارف قصة شمشون، فقعوا عينيه وحلقوا له شعره وفقد قوته، وابتدى يجر الطاحون زي يعني الحيوانات. طب ده ايه الفشل اللي انت فيه دلوقتي بقى؟ وطبعا موقف زي كده كان ممكن يصيبه بايه؟ يأس، خلاص فيش فايدة، ربنا رفضني، ربنا فارقني. لكن فعلا ربنا يفارقه؟ لا، ابتدى شعره ايه ينبت تاني. كلمة شعره ينبت تاني يعني ابتدى ان هو يقدم توبة وربنا يقبله في التوبة بتاعته. وفي اخر حياته موت ناس اكتر من اللي موتهم طول حياته، يعني ربنا صبر عليه صبر عليه صبر عليه لحد ما رجع لربنا. وبعد كده ربنا ايه اداله سؤل قلبه ان هو ينتقم من اعدائه ومات كأنه شهيد. مين قال تاني موتي خير من حياتي في الكتاب المقدس؟ يونان قالها كذا مرة، موتي خير من حياتي. خلاص، قال اللي انا كنت عايزه من ربنا ما نفذوش. انت عايز ايه يونان؟ يقولك ما يونان ديت لا تخلص، يونان ديت لا، سيب ربنا يهلكها. طب ربنا مش عايز يهلك، طب خلاص موتي خير من حياتي. يسيبه ربنا؟ لا، يدخله جوه بطن الحوت. مش ده اللي حصل؟ وقعد جوه الحوت قد ايه؟ 3 ايام. وهو جوه الحوت صلى وقال ايه؟ شوفوا بقى الرجاء، مش احنا قلنا عكس اليأس الرجاء؟ قال ايه؟ اعود وانظر هيكل الرب. انا عندي رجاء من جوايا ان انا ربنا هيقبلني ويحللي مشكلتي ويخرجني. معرفش ازاي. كان يعرف ازاي؟ ما كانش يعرف. كان يعرف يقعد كام يوم في الحوت؟ ما يعرفش. لكن ربنا انا واثق ان هو هيحل لي المشكله، انا واثق ان هو هيرجعني تاني لخدمتي، بس انا مش عارف ازاي. بالظبط بالظبط زي اي واحد فينا لما يقع في مشكله ويحس كده ان ربنا متخلي عنه، لكن بروح الرجاء يرتفع بقى فوق المشكله ويرتفع فوق الحدث ويرتفع فوق اللي هو بيحسه بالفشل، ويبتدي ان هو يثق في ايه؟ يثق في ربنا. طيب، في 2 في العهد الجديد بقى، واحد تاب ورجع بالرجاء، التاني ما كملش الرجاء وراح ايه؟ شنق نفسه. مين؟ ها؟ بطرس ويهوذا. بطرس انكر ولعن وشتم، ولكن في نفس الوقت ايه؟ بعد ما انتبه لنفسه كده قدم توبة قوية وعاش بالرجاء لحد ما ربنا ظهر له مخصوص
بعد قيامته المقدسة علشان يرجع له رسوليته تاني قبل لما يظهر للحداشر تلميذ مع بعض. ليه؟ علشان يبقى كده محتفظ بكرامته. يعني العتاب ما بينه وبين ربنا يسوع يكون لوحدهم الأول، وبعد كده ظهر لهم كلهم مع بعض. رجعوا مرة تانية. ايه اللي خلاه يرجع؟ كان عنده رجاء ان ممكن ربنا يقبله تاني، ممكن ربنا يحلله. دي مشكلة كبيرة قوي، دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لبطرس. ازاي انا بطرس اعمل كده؟ لكن في نفس الوقت كان عنده رجاء، اكيد ربنا هيقبلني، اكيد ربنا هيخليني ارجع مرة تانية له. اما بقى يهوذا فهو كان عنده اليأس، واليأس وصله الى الايه؟ الى النهاية المحزنة اللي ربنا كان لحد اخر وقت يقول له يا صاحبي ارجع يا صاحبي بقبلة تسلم ابن الانسان، لكن هو ايه؟ ما رجعش. مع ربنا يسوع المسيح ملك السلام نلاقي سلام يفوق كل عقل. لكن لو احنا تغربنا عن ربنا، اتشغلنا على ربنا، عن ربنا، لو انا ابتديت ان انا الحياة تاخدني والدوامة تاخدني بعيد، ابتدي ان انا اشعر ان انا ايه؟ في حالة تخلي. ربنا عمره ما تخلى عننا ابدا، ولكن احنا اللي ساعات بمشغوليتنا الكتير وخصوصا هنا والدوامة اللي بتاخدنا بسرعة، نبتدي ان احنا ايه؟ نبعد 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 نبعد، لحد ما نقول له انت سايبنا ليه يا رب؟ لك انا برضو اللي سايبك. كل واحد فينا يراجع نفسه كده، انا برضو اللي سايبك ولا انت اللي سبت؟ انت اللي عمال تبعد وتقول مشغول، معلش ما عنديش وقت، معلش ما عنديش وقت، معلش ما عنديش وقت. وبعد كده نرجع بقى نقول ايه؟ احنا كنا في مصر بنعمل كذا وكذا وكذا، طب ايه اللي جرى هنا؟ صح ولا لا؟ كنا بنعمل ونعمل، طب وهنا ايه اللي جرى؟ طب ما احنا ربنا موجود في كل مكان، زي ما كنا بنعمل في مصر ما نعمل هنا. لا، احنا هنا مشغولين اكتر، واحنا هنا ممكن ضيقات كتيره بتواجهنا، لكن بالصبر بالرجاء بالالتصاق بالرب تبص تلاقي ربنا ابتدى ان هو ايه؟ يظهر في حياتنا ويشددنا ويخلينا ماشيين باستقامه لحد ما نوصل للي احنا عايزين. معلمنا بولس الرسول كان متغرب كتير زي حالتنا كده، من بلد لبلد لبلد لبلد، ما كانش بيقعد في بلد كتير عشان يكرز يعني. وقال لنا خبرته في الموضوع ده، وبيقول ايه؟ من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا، في رسالته الثانية لكورنثوس يقول كده: اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى ايسنا من الحياة. حتى انت يا معلمنا بولس الرسول ممكن توصلك الشعور ده، حتى ايسنا من الحياة، لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم من الاموات. يعني انا صحيح وصلت لمرحلة وحشة، لكن انا اتكلت على ربنا. خلوا بالكم بقى الآية الجاية دي: الذي نجانا، نجانا في السابق، وهو ينجي وسينجي ايضا. ايه رأيكم في الآية دي؟ اللي نجانا زمان، افتكر كده كم مرة ربنا انقذك من مخاطر كتير. لو واحد كده قعد يعد، يعني يقعد يفكر ويفتكر ويكتب، علشان لما تيجي كده وقت الشدة، لما يجي وقت الاحتياج، ارجع للكلام اللي انا كتبته ده: الذي نجانا في الماضي وينجي حاليا وسينجي، مش هيسيبنا. معقولة ربنا اللي سندنا في الماضي مش هيسيبنا دلوقتي وحيسيب ولادنا بعد كده؟ مستحيل. الله هو ايه؟ امس واليوم والى الابد، زي ما عمل معنا زمان بيعمل معنا دلوقتي، بس الطريقة مختلفة. الظروف اختلفت، واحنا كمان ربنا بيبدينا حسب الظروف اللي اختلفت. لذلك لا نفشل. يكمل معلمنا بولس الرسول كده ويقول: وان كان انساننا الخارج يفنى، ف
فالداخل ايه يتجدد يوما فيوما. مفيش فشل مع ربنا يسوع، مفيش فشل ابدا. اختم علشان الموضوع ده يعني واحد قعد 40 سنة يدعو شعبه ان هو يرجع لربنا. كم سنة؟ 40 سنة. الشعب رجع لربنا؟ مرجعش. فحذرهم وقال لهم لو انتم مرجعتوش لربنا ربنا هيزعل وحيعاقب عقاب صعب. ايه العقاب؟ هتروحوا بلد تانية والهيكل سليمان ومدينة الملك العظيم هتتدمر. بلاش ارجعوا. ما رضيش يرجعوا. ايه اللي حصل؟ شاف بعينيه ان المدينة اتدمرت والاسوار اتحرقت وتهدمت والهيكل اتدمر. مين هو ده الانسان الباكي ده؟ ارميا النبي. ارميا النبي عاصر السبي وشافه بعينيه وكان متضايق جدا، حزين جدا وباكي ويائس وحالته صعبة جدا. لكن ربنا يسيبه؟ سيبك من الشعب اللي ربنا زعلان منه، لكن هو ربنا يبص للنبي ده ربنا يسيبه؟ ما يسيبوش. يروح مع الزيب الروح القدس ويكتب مراسي من أجمل الكلمات اللي بنقولها يوم الجمعة العظيمة. فاكرين يوم الجمعة العظيمة أبونا كده في آخر ساعة يقف يقول إيه؟ مراسي أرميا النبي. بيقول فيها إيه بقى في الإصحاح الثالث في المراسي؟ بيقول قلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. أنا خلاص ولا عندي ثقة في ربنا ولا عندي رجاء، ما هو من كتر اللي شايفه الضيق اللي هو فيه. طيب ربنا هيسيبه كده؟ قال لا، أردد هذا في قلبي من أجل ذلك أرجو. طب بتردد بتقول إيه؟ إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول. أنا لسه عايش. لكل حي ها يوجد رجاء. طب إيه رجاءك يا أرميا؟ ده أنت شفت السبي. قال له لا، أنا بدام عايش لسه ليا إيه؟ لسه ليا رجاء. أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. الواحد يعزي نفسه بقى في الضيق اللي هو ممكن يشوفه، في المشكلة، في المرض، في أي ضيق يقابله. مراحم ربنا جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك. قبل ما نكمل مراسي أرميا، في وعظات للبابا شنودة حضرتها، وعظة من الوعظات يعني في اسكندرية، فواحدة بتقول له يا سيدنا أنا في ضيقة وفي شدة بقالي 35 سنة، صلي لي. رد عليها وقال لها إيه؟ سكت كده شوية قال لها بعين الرجاء السنة 36 يكون فيها إيه؟ فرج ربنا. الست يعني إيه؟ ارتاحت. كلام مريح. يعني أنا مستحملة 35 سنة. قال لها خلي عندك رجاء. قال لها كده بعين الرجاء إن شاء الله السنة 36 يكون فيها فرج ربنا. فإحنا ما نفقدش رجائنا أبدا، ما نفقدش ثقتنا أبدا إن ربنا حيسندنا. حيسندنا. الورق حيخلص حيخلص، الجرين كارد حيجي حيجي، الإميجريشن حتمشي أمورنا حتمشي مهما حصل. المرض لو ما كانش ربنا يسمح ان هو يخف هاخد بركة احتماله وبركة احتمال الأسرة للمرض. ما احنا مش هنضلنا نفرض أمور على ربنا. ربنا له طريقة في التعامل معانا، مش شرط ان انا اللي انا عايزه كله ربنا ينفذه لي. عشان كده يقول هي مراحمه جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك. نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. كان في الأول بيقول إيه؟
خلاص ما فيش ولا ثقة ولا رجاء ولا حاجة في ربنا. لكن ربنا يقوله لا، خلي بالك خلي بالك، الروح القدس كده ينبهه يقوله لا، ترجع لك ثقتك تانية بإيه؟ بربنا. طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه، يبقى علاج كل الحاجات دي هي ايه؟ علاج الحاجات دي كلها ايه؟ ان انا اطلب ربنا. الياس احطيت الياس، الفشل، ان الواحد مش طايق نفسه، كل ده يتعالج بايه؟ اقرب لربنا اكتر. ولما اقرب لربنا اكتر ربنا هيغير نظرتي للامور وهيغير الامور نفسها، بس انا يكون عندي ايه؟ عندي ثقه بربنا. طيب هو الرب الذي للذين يترجونه للنفس التي تطلبه. جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب في مشكله ايا كانت المشكله، بس انا ايه؟ انتظر الرب. انتظر الرب ازاي؟ انتظر الرب ازاي؟ مين يعرف يقول لي؟ اشعياء يقول ايه؟ اما منتظر الرب فيعملوا ايه؟ يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ده الانتظار الرب، انتظار فك المشكلة بأيا كانت المشكلة. منتظر الرب يجددون ايه؟ يجددون قوة. اخر حاجة بقى من الايات الرائعة اللي تعزينا كلنا، وهقولها لكم بطريقة يمكن تعرفوها في ترنيمة، بيقول ايه؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ عارفين الترنيمة بتاعتها ديت؟ الالتصاق بالرب. اقولها لكم بطريقة علشان ما تنسوش الآية نفسها لما بتتقال في لحن او في ترنيمة عمرنا ما بننساها. بيقول ايه؟ الالتصاق بالرب. الالتصاق بالرب خير لي، وان اجعل علي اتكالي. ممكن نقولها مع بعض؟ الالتصاق بالرب خير لي، وان اجعل على الرب ايه؟ اتكالي. كلام سهل وبسيط. الالتصاق بالرب خير لي، وأن أجعل علي اتكالي. من ضمن الترنيمة بقى بيت بيقول ايه؟ من ذا يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون، في كفه نحن منقوشون. من ذا يقول فيكون، دي الآية، والرب لم يأمر أن يكون، إحنا فين؟ في كف ربنا منقوشون. نقولها تاني، من ذا يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون، في كفه نحن منقوشون. الالتصاق بالرب خير لي، وأن أجعل علي اتكالي. طبعا لما الروح القدس يعزي أرميا بالكلام ده خلاص بقى، سابي ايه والشعب ايه؟ اكيد ربنا سمح بالسابي هيسمح بعد 70 سنة ان هو ايه؟ يرجع. والهيكل اللي اتهد ده بعد 70 سنة ربنا هيسمح ان هو ايه؟ يتبني مرة تانية. فيش اي مشكلة مع ربنا، المهم انا اكون ايه؟ قريب من ربنا، هو ده المهم. عشان كده يقول لنفحص طرقنا، يلا نراجع نفسنا ونمتحنها ونرجع الى الرب، هو ده المهم بقى. ولا امريكا ولا مصر ولا الكلام ده كله، المهم انا مع ربنا ولا لا. لو انا مع ربنا كل المشاكل تتذلل، لو انا بعيد عن ربنا حتى لو فين هلاقي برضو ايه؟ في مشاكل. لنرفع قلوبنا
وأيدينا إلى الله في السماوات. جميل قوي المراسي بتاعت أرمية. عشان كده يختم بقى الجزء ده يقول إيه: دنوت يوم دعوتك وقلت لا تخف. قربت منك كده يا رب، فرح ربنا همس في ودانه وقال له إيه: ما تخافش أنا معاك. الله، ده احنا كنا عايزينها دي من زمان يا أرمية. مالك؟ ما أنا معلش يعني، ما أنا بشر برضو مهما كان. أنا في الأول قلت خلاص ما فيش بقى رجاء، وفين ربنا، وما فيش ثقة في ربنا. بس بعد شوية رجعت نفسي، قلت لا، الروح القدس ابتدى ينبه، قال له ايه اللي حصل لك، ايه اللي جرى لك، ارجع تاني. من ذا يقول فيكون والرب لم يؤمر؟ مين اللي قال لك ان المشكلة ديت مش هتتحل؟ ربنا يؤمر تتحل، هتتحل مهما كانت. لكن المهم ان انا يكون عندي ايه؟ ثقة في ربنا. اقول لكم على مشكلة حصلت في مصر مع واحد من الاباء، وكانت جميلة قوي الحل بتاع ربنا. عارفين امن الدولة ساعات كده بيعمل حاجات ويقفل الايه؟ الكنائس، مش كده؟ ففي مرة عمل كده مع كنيسة، وابونا زعل جدا، والشعب يعني عمال كده يبكي ويصرخ لربنا: ليه يا رب؟ يا رب يعني اتصرف، افتح لنا الكنيسة مرة تانية. فربنا اتصرف واتدخل. اتدخل ازاي؟ جم لابونا وقالوا له: بص، انت مش هتصلي الا في العيد. قال لهم: حاضر. شوف بقى ربنا لما يرشد ويستجيب للشعب كده اللي بيصرخ ليه. قال له: حاضر، مش هتصلي الا في العيد. قال له: حاضر. راح ابونا صلى ايه؟ كل يوم. قال: لا، احنا قلنا لك في العيد. قال لهم: احنا ما اختلفناش. راح جايب لهم السكسار. السنكسار بيقول ايه؟ تعايد الكنيسة اليوم بعيد القديس فلان، تعايد الكنيسة اليوم بعيد قال لهم: احنا ما اختلفناش، انتوا قلتوا لي عيد، احنا عندنا كل يوم عيد. وراح ايه؟ طلع بالكنيسة اتفتحت، وربنا حلل المشكلة. سهلة؟ سهلة على ربنا ولا لا؟ سهلة. بس احنا يكون ايه؟ عندنا ثقة ورجاء ان ربنا هيتدخل في مشاكلنا مهما كانت هذه المشكلة. هي دي شطارة بقى، ان الواحد يقرب من ربنا، فربنا يقول لي ايه؟ لا تخف انا معك. طالما ربنا قال لا تخف انا معك، يبقى انا كده ايه؟ انا مطمن، وانا مبسوط، وانا مرتاح، ولا حاجة في العالم ده كله يقدر ان هو يزعجني او يفقدني سلامي. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين. في كلمات بسيطة جميلة حلوة، أبونا أدانا كلنا رجاء، وأدانا كلنا هدوء، وأدانا كسلام، وبكلماته الحلوة الجميلة وكلمات تعزيات ربنا، ورنا كيف أن رجال الله القديسين نفسهم تعرضوا لظروف قاسية، ومروا بظروف متعبة ويأسوا فيها حتى من الحياة أيضا، وطلبوا الموت، ولكن الله استطاع أنه ينجيهم، وليس إله يستطيع أن ينجي هكذا سوى إلهنا. ربنا يعوض أبونا عن محبته وكلماته المعزية لنا كلنا بإذن ربنا. إن شاء الله أحبائي، بكرة الجمعة هيشرفنا أبونا الدكتور هاني عشام الله، ده أخو أبونا داود لمعي، وهو أستاذ الأورام في بروكلين، وجلنا السنة اللي فاتت وكلمنا عن موضوع مهم، والسنة دي هيكلمنا عن موضوع أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين كيف نسترد الشاب الضال. يوم السبت هيشرفنا أبونا ميخائيل إبراهيم الكاهن العام، هيكلمنا عن الإدانة وسيرة الناس، هل هي خطية أم تسلية. يوم الاثنين أبونا أنسيموس رزق، سير القديسين وفضائلهم والواقع الذي نعيشه، هل من تعارض. يوم الثلاث جسدي هنا وقلبي في مصر، قرار الهجرة، إرادة الله أم قرار متسرع، أبونا يعقوب غالي. وليلة العيد أبونا إليه هيكلمنا أن تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. من هنا لحد الأربع إن شاء الله هيكون في قداس كل يوم من الساعة 8 لحد الساعة 10:30، وبعدين يوم الأربع هيكون في قداسين، قداس من 5-7 صباحا، وفي قداس العيد بإذن ربنا من الساعة 10 للساعة 1 صباحا. الله يكون معاك ويبارك في حياتك. ما أخدش برنامج النهضة ممكن ياخده، وعملين معرض زي ما اتفقنا كده في ثالث بيت بعد الكنيسة، في خيمة عاملين فيها معرض للكنيسة، للشوز للسيدات، وحاجات من المكتبة
ربنا يبارك ويعوض كل من له تعب في اعداد هذا المعرض. ربنا يكون معاكم كل سنه وحضراتكم طيبين ونشوفكم بخير باستمرار. امين. هللويا يا زوك سابت ريك ايوك اجيوب نب ماتي كنكاي سوسيون استونيون امين تنوشي فولف غوهم مزيو بن شوي سيسوس بخ سوس اسمون ايرن تيد فين من ما او ام فيارو من سيتي من سمار بك ناين تكيريني او يوسف تم بك لاوس فتمون وون اينان كريالايسون كريالايسون كريابلوغيسون امين اسمو هيروي اسمو او استيمه تانيا كوني بولغوم باسمو بركة القديسة العذراء الطاهرة مريم والقديس العظيم مريم يوحنا الحبيب وكل أبانا القديسين بركتهم مقدسة وهيبتهم معونتهم ومحبتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوتي أمين ساشوبي. أيها المسيح لهنا الحال في وسطنا الآن يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام كل سلام الرب يكون معكم كل سنة وأنتم طيبين روحك أيضا يا أب.